حاجه غير يبداو الاعراض الاولين يعني ما نلحقوش حتى يوصل هذا يعني هذا اخر كما احنا نقولوا درني ستارت. استشاره الطبيب بيان سور سورتو قد ما يكون طفل صغير قد ما تعرض تاع الجفاف. قبل ما تروح للطبيب راهي في الدار ما كاش تدابير تقدر تقوم بها؟ كاين تدابير. الحاجه الاولى هي محلول ضد الجفاف لي سيل دو ريدغاتاسيون يعني املاح اعاده التمييه. حنا نعرفوا باللي املاح اعاده التمييه غيرت مسار الجفاف في العالم باكمله. كما نحكيو على بينيسيلين في الامراض البكتيريه ولا لي مالادي انفكسيوز نحكيو على محلول ضد الجفاف في حاله الجفاف. يعني غير كل بيت يتوفر عليه كل بيت يتوفر وخاصة في فصل الصيف. يعني أول حاجة هي محلول ضد الجفاف والأملاح إعادة التمييه. احنا على بالنا باللي الطفل كي يرمي سوائل راح يرمي معها الاملاح المعدنيه، والاملاح المعدنيه راح تزيد تجبد معها الماء، دونك راح يزيد يأزم الوضع اكثر فاكثر. دونك اول حاجه نعاودوا نمدوا الاملاح اللي رماهم هذا الطفل باش يعاود يسترجع الماء ولا السوائل اللي خسرها. يعني الاسهال ولا القيء يعني نستناو بعد في الدرجة الثانية تروح عند الطبيب. تشخيصكم كيفاش يكون؟ يكون عن طريق التحاليل تقدروا تعرفوا نسبة السوائل إذا نقصت ولا ولا راهي في المعدل الطبيعي، ولا مجرد تشخيص يعني فحص عادي كلينيكي تقدروا تعرفوا؟ يعني كلينيكمون في الفحص العادي أول حاجة هو الوزن. احنا على بالنا باللي فقدان السوائل راح يعطينا فقدان الوزن. يشيان طفل. يعني في ان اسباس دو كيلكو زور كيلكو جور يقدر ينقص حتى 15%. يعني بارابور للوزن الطبيعي تاعو. كما قلت لك كميه السوائل كبيره بزاف في الجسم وهي حتوزن، دونك اوتوماتيكمون فقدان السوائل راح يمد لنا فقدان في الوزن. الامور الاخرين كما قلت لك اللي يشوفهم الطبيب هما يعني الاعراض تاع الجفاف. نسيت ما قلت حاجه، يعني دائما نتفطنوا لا سيشخاز دي ميكوز يعني الجفاف الاغشيه المخاطيه. حنشوفوا لي لافغ، حنشوفوا داخل الفم يعني ما يكونوش اميد ما يكونوش رطبين. هذا يقول باللي الانسجه راهي ناشفه ما عندها جافه ما عندوش لعاب فوالا تكون ناشفه من الداخل. دونك سي سكون ابل السيشخاز دي ميكوز تاع الاغشيه المخاطيه تاع الفم اللي لازم نتفطنوا لها. كما قلت لها الوزن عنده دور كبير باش ديجا نديروا التشخيص ونعرفوا درجه الجفاف. اسكو 5% 10% 15%. حنا نعرفوا حاجه ثاني، واحد الملاحظه ان الجفاف عند الاطفال الكبار ما يبانش بزاف، يعني عند الرضع نفيقوا له بالخف، عند الكبار ما يبانش بزاف. واش السبب؟ السبب يعني مع اللاج ينقص الكميه تاع السوائل في الجسم تاعو، صادير كي يخسر ما تفيقلوش. دونك هاد الامور لازم ثاني يتفطن لهم الاولياء باش يديروا استشاره طبيه. وكما قلت لك محلول ضد الجفاف لازم يكون في الدار، وهادو من الاسعافات الاوليه تاع الجفاف. يقدر يكون علاجي ويقدر يكون وقائي. هو علاجي من الدرجه الاولى. هو علاجي من الدرجه الاولى ووقائي باش الدوغري ولا الدرجه تاع الجفاف ما تزيدش.